والسرعة كحسن لي الحسنات، لما نقول اللي جرى في ليبيا وجرى في غيرها من اللي في اليمن وغيرها وفي والآن في سوريا تقول دي طبعا مهازل ربنا كمان شرها، وبالتالي احنا قدامنا الاسبوع ده هنشوف ايه الشهادات بتاعتي حصلت في الاتحاد مع القوى دلوقتي. طب يا امريكا المجلس العسكري برضه يعني اسمك الامريكي نفس الكلام يعني برضه المجلس العسكري برضه لا زال بيسمع كلام امريكا واسمع كلام اسرائيل. طب احنا لا نعامل على ما احنا عاوزين نغير ازاي؟ هو مش عيب يا مولانا، احنا 60 سنه احنا بقالنا 60 سنه بقالنا 60 سنه في الذل والمهانه تحت ايه؟ قيادة العسكرية. طب الحل هم ايه؟ هم مش عيب ضم النهارده للمواصلات للمظاهرات اللي افتحت. لا النهارده دي وراها اغراض. طب يعني احنا هننظم واحده ثانيه طيب الجمعه الجايه مثلا؟ يعني ننظم واحده ثانيه الجمعه الجايه مثلا؟ المانع المانع. طب الموضوع ما بيحصلش دايما بيدعوا للمليونير؟ يعني دايما ما بيحصلش الدعوه للمليونير من القوى الاسلاميه ضد سياسه الرجاء السري، دايما بيدعوها للهويه الاسلاميه، لكن عمرهم ما بيعملوا يعني مظاهره ضد مثلا الحاجات اللي هي للحكومات العسكريه يعني الكلام ده كله، ما بيحصلش كده من الاسلاميين دايما. فدايما الليبراليين هم اللي بيزقونا في كده. مش عيب مش عيب ان هم يحذروا، مش عيب يا حاج حافظ ان هم يحذروا، مش عيب. انا النهارده مش عاوزين نشوف، مش عيب لو شلنا المادة ما يحذروا. ايه ده النتيجه ايه بعد كده؟ طبعا سيئة. انا بس السؤال رد على سؤالي لو شدنا قوات سيئة مين هتيجي انت مكانه؟ لا سيئة. هتيجي انت قوات مسلحة؟ هتيجي انت البلد؟ لا. اي حد من الصياع هتيجي البلد؟ لا ولا خربها؟ صح صح. النهارده عندنا كتلة اسمها مجلس المسلحة وراه، احنا وراه برضه بالتوجيهات الى ان ربنا تبارك وتعالى يحقق الامال بتاعتنا. انما ما نقدرش النهارده ولا اي انسان هيشيل مجلس القدس. فين البديل عنه؟ مفيش. البديل مفيش. احنا مش عايزين